أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. اطلبوا حوائجكم مقضية إن شاء الله لحظات استجابة الدعاء. استغفروا ربكم، اذكر ذنوبك ومعاصيك بينك وبين الله واستغفر. الآن قبل القرآن، ارفعوا المصاحف على الرؤوس، رفع الله رؤوسكم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. الآن ارفع يدك الثانية نحو السماء 10 مرات بك يا الله بك يا الله. وين 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 مع الله؟ ايه بك يا الله بك يا الله بك يا الله جل جلالك وعم نوالك. الآن عطروا أفواهكم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله. نقسم على الله 10 مرات بمحمد بمحمد رحم الله هذه الأصوات بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الشيبة الخضيبة هذه الليلة. نقسم عليك بإمامنا الجريح بأمير المؤمنين 10 مرات بعلي 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 عليه السلام بالصديقة الكبرى. لعن الله من هضمها، لعن الله من غصب حقها. إلهنا نقسم عليك بالزهراء البتول 10 مرات بفاطمة بفاطمة
بفاطمة عليها السلام، بوليد هذا الشهر، بسيد شباب أهل الجنة، بالسبط الأكبر الإمام الحسن المجتبى. نقسم على الله، عاش مرات بالحسن، بالحسن بالحسن عليه السلام. يوم المحشر ينادي المنادي، أين الحسينيون؟ إن شاء الله أسماءكم مسجلة. اللي يحب الحسين، عاش مرات بالحسين، رحم الله هذه الأصوات، بالحسين، بالحسين، بالحسين. بإمامنا الرابع بعلي بن الحسين، بعلي بن الحسين، بعلي بن الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا زيارة إمامنا الباقر في البقيع الغرقد قريبا عاجلا إن شاء الله. هناك عند قبره الطاهر ننادي ربنا بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي عليهما السلام، بإمامنا الصادق ولنا الشرف يقال لنا جعفرية. نقسم على الله، عاش مرات بجعفر بن محمد، بجعفر بن محمد، بجعفر بن محمد، بجعفر بن محمد عليهما السلام. بباب الحوائج إمامنا موسى بن جعفر، اقض حوائج المحتاجين يا الله. نقسم عليك بموسى بن جعفر، بموسى، بموسى بن جعفر عليهما السلام. بغريب خراسان الآن مئات الألوف
يطوفون حول قبره الطاهر وهم ينادون أنتم أيضا معهم بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى عليهما السلام بجواد الأئمة جد علينا بفضلك وكرمك ورزقك الحلال الطيب اللهم اقض ديون المديونين بحق الإمام التقي الجواد عاش مرات بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي عليهما السلام بغريب سامراء نقسم عليك بإمامنا الهادي النقي اللهم اقض حوائج هؤلاء المؤمنين بحق الإمام الهادي أيديكم نحو السماء عاش مرات بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد عليهما السلام بوالد الإمام الحجة بسيدنا ومولانا الحسن العسكري باب الحوائج نقسم عليك عاش مرات بالحسن بن علي بالحسن بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي عليهما السلام بشفيعنا بسيدنا ومولانا وإمام زماننا هو أيضا هذه الليلة يرفع المصحف على رأسه هو أيضا يشارك في مجالس جده أمير المؤمنين ربما يكون الآن فيما بينكم نقسم على الله بحق إمامنا المهدي المنتظر أيديكم نحو السماء عاش مرات بالحجة 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 عليه السلام الآن قبل القرآن القرآن بيدك اليمنى واليد اليسرى نحو السماء ندعو إلى الله سبحانه وتعالى دعاء الفرج إلهي عظم البلاء وبرح الخ
انخفى وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وضاقت الأرض ومنعت السماء وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحبي يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب نادي إمامك المهدي يا مولانا يا صاحب الغوث أدركني الساعة الساعة العجل العجل برحمتك يا أرحم الراحمين. ليلة زيارة الحسين المخصوصة اتوجه إلى كربلاء إيدك اليمنى جدد البيعة مع الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك محمد المصطفى صلى الله عليك وعلى أبيك علي المرتضى صلى الله عليك وعلى أمك الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلى الله عليك وعلى أخيك الحسن المجتبى صلى الله عليك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك النجبى صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك في كربلاء الآن من كل قلبك ثلاث مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا صلى الله عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات.